حياكم الله مشاهدينا الكرام وطابت أوقاتكم. نحن الآن نتواجد في بلدة رمانة إلى الشمال من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. في هذه الأثناء تجري عملية الهدم لمنزل منفذي عملية العاد صبح صبيحات وأسعد الرفاعي الذين قاموا بتنفيذ عملية في العاد قرب تل أبيب والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 بأضرار بليغة جدا. اليوم قوات الاحتلال تقتحم البلدة وتقوم بإغلاق كامل لمداخل البلدة، منع دخول وخروج المواطنين. تمكننا من الدخول من إحدى الطرق الفرعية بعد قرابة الساعة ونصف إلى الساعتين من المحاولة للدخول إلى البلدة، كما باقي الطواقم الصحفية. قبل قليل قامت قوات الاحتلال باحتجاز بعض الطواقم الصحفية في إحدى المنازل ومنع دخول وخروج إلى هذا المنزل وكذلك منع التصوير. إذن الصورة التي تظهر الآن، قوات الاحتلال تنتشر في بلدة رمانة بشكل كبير، تمنع المواطنين من الحركة أو بالأحرى تمنع الطواقم الصحفية فقط من الحركة. بعض المواطنين يتنقلون داخل البلدة إلا أن الطواقم الصحفية ممنوعة من التحرك ونقل هذه الصورة. تقوم قوات الاحتلال بهدم منزل صبح صبيحات 20 عاما وأسعد الرفاعي 19 عاما والذين قاموا بتنفيذ عملية إلعاد. هذه العملية جاءت في أيار الماضي التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين كما تحدثنا وإصابة 4 آخرين. اليوم قائد أمن المنطقة أو قائد المنطقة يصدر قرارا بهدم منزل منفذي العملية، ويعني بعد أيام من رفض المحكمة العليا الالتماس بقرار الهدم ورفض هذا القرار، ما أدى اليوم إلى اقتحام البلدة والبدء بعملية الهدم. عملية الهدم تمت أو تتم في هذه الأثناء أو من خلال الجرافات تجريف المنازل بعكس المنازل الأخرى ما بين التفجير وأيضا صب المواد الكيماوية. إذن قوات الاحتلال كما تحدثنا تنتشر بكثافة داخل البلدة، انتشار للقناصة في المحيط المجاور لنا، منع الدخول والخروج. حاولنا مرارا التقدم نحو عدة مناطق للدخول ونقل الصورة لما يجري داخل البلدة إلا أن قوات الاحتلال وتحديدا القناصة الإسرائيلية منعتنا من التحرك والقدوم إلى هذه المنطقة. نحاول يعني قدر المستطاع رصد الصورة وما يجري داخل البلدة إلا أن الاحتلال يقوم بمنعنا منذ ساعات اقتحامه. هذا عند جو أيضا.
صعب اللغة العربية الفصحى للطلبة. إذا مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه التغطية المستمرة من بلدة رمانة إلى الشمال من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. يعني لو تحدثنا قليلا عن صبح صبيحات وما ولحظة تنفيذ العملية، وبعد تنفيذهم لعملية إلعاد اختفوا عن الأنظار قرابة 4 أيام حتى قام الاحتلال بكشفهم على بعد مسافة قصيرة جدا لا تتجاوز 500 متر من مكان تنفيذ العملية. اليوم قوات الاحتلال تقتحم البلدة وتقوم بهدم المنزلين، منزل مكون من 3 طوابق والمنزل الآخر مكون من طابق أو طابقين. إذا حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال لا تزال تنتشر بكثافة داخل بلدة رمانة، ويعني تقوم بفرض الإغلاق الكامل على البلدة. قبل قليل على ما يبدو كان هناك مواجهات، وأطلق الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان في المنطقة المقابلة لنا في البلدة. يحاول الاحتلال من خلال هذه السياسة، من خلال سياسة الهدم، إلى يعني العمل والبدء بسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يقوم بسياسة العقاب الجماعي لعوائل منفذي العمليات وكذلك إلى البلدة التي ينتمي إليها أو القرية أو المدينة، حيث يفرض الإغلاق الكامل، هدم للمنازل في محاولة منه لثني الشبان الفلسطينيين عن تنفيذهم للعمليات في الداخل المحتل أو حتى هنا في الضفة الغربية المحتلة. حتى يعني بعد هذين المنزلين يبقى لدى قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد رعد خازم في مخيم جنين، والذي يحاول منذ فترة الاقتحام إلا أنه قوبل مرات عديدة بالرصاص وبالاشتباكات المسلحة ما أدى إلى انسحابه من المكان.
إذا في هذه الأثناء وحدة القناصة التابعة لجيش الاحتلال، لربما الكاميرا الزميل أشرف ينقل لنا الصورة للقناص الذي يعني يوجه شعة الليزر نحونا في هذه الأثناء، كما تشاهدون عبر الكاميرا لربما ترصد لكم الصورة.
لك ظبطت معهم. مع مين؟ ركنوا شوي. صوروه؟ هيدي بتروح تشوفها الجزيرة. مش هنفتحهم. سلام. سلام. شو وضعكم؟ عادي. شو هاي المشبات مطور؟ والله بتصوروا؟ آه. زبطت معكم نكشت. بين الله. تقييم مش عارف تقول لايك ولا يلا ماشي. ظابطة معكم انتوا ولا مش ظابطة؟ بتصوروا من الشباك. من الشباك. رد الفوز المنيع. الدنيا هي خلص درينا لكل الدنيا تصور عند براسلنا سلامات خلص افصله.